للمزيد عن تطورات الحرب الصهيونية على غزة والحديث عن تشكيل قوة دولية أو عربية لإدارة القطاع ينضم إلينا عبر الهاتف من طولكرم بالضفة الغربية المحتلة الصحفي الفلسطيني السيد معين شديد. سيد معين، بداية مرحبا بكم. وزارة الصحة في غزة تقول إن الاحتلال يمنع إجلاء المرضى من مجمع الشفاء الطبي، ويعني الصحة العالمية تؤكد أن هناك حاجة ماسة لإجلاء نحو 9000 مريض إلى خارج غزة للعلاج. كيف تقرأ هذا الاستهداف المتواصل من جانب الاحتلال للمؤسسات الصحية وكذلك للمرضى الفلسطينيين؟ تحياتي ومساء الخير. يعني حقيقة الاحتلال ممن في عدوانه المتواصل على قطاع غزة، حرب الإبادة متواصلة بشتى السبل وبشتى الطرق، الهدف قتل الإنسان الفلسطيني وتدمير ما هو مدمر في القطاع وتدمير ما هو يمكن تدميره من مباني سكنية ومن منشآت ومن مستشفيات. حقيقة ما يجري هو نحن نقترب اليوم في اليوم 178 من الحرب على قطاع غزة، من 33 ألف شهيد وأكثر من 76 ألف جريح، إضافة إلى عشرات الآلاف من المفقودين تحت الأنقاض. الاحتلال الإسرائيلي ممعن في حصاره واقتحامه للمؤسسات الطبية، غالبية مستشفيات القطاع هي خارج الخدمة، بعض المستشفيات تعمل وفق ظروف طبية صعبة جدا، لا أدوية ولا مسكنات ولا أيضا مواد تخدير لإجراء العمليات، ولا يمكن إجراء الكثير من العمليات التي تحتاج إلى تقنيات سواء لوجستية أو ميكانيكية. فبالتالي هو يقتحم مجمع الشفاء الطبي ويدعي أنه عثر على المئات من عناصر المقاومة الإسلامية، وتباهى بنيامين نتنياهو في مؤتمره الصحفي قبل قليل بأن قواته قتلت المئات من مقاتلي حركة حماس داخل هذا المجمع، وأن هذه المؤسسات الطبية يدعي أنها تستخدم يعني كأماكن لحماية عناصر المقاومة، وبالتالي هو يقتحمها بشتى الطرق ويطلق النار داخل الأقسام، يطرد عدد كبير من المرضى من داخل المستشفيات بلا علاج ولا أدوية، أيضا أعدم العديد من الطواقم الطبية الأطباء والممرضين، ودمر الأجهزة الطبية اللازمة لتشغيل هذه المستشفيات في ظل واقع مرير تعيش هذه واقع مرير جدا، يعني قتل المدنيين، قتل تدمير المستشفيات، قتل حتى المرضى، استهداف حتى المنظمات الإنسانية. يعني في تصريح لمفوض الوكالة الأممية أونروا قال بأن هناك مجاعة حقيقية ولا بد من خطوات جريئة، خطوات من المجتمع المدني تكون وصفها بالجريئة تتخذ من أجل وضع حد لهذه المجاعة في ظل هذه المأساة الدموية. يعني هل يستطيع المجتمع الدولي اتخاذ خطوة أولى على الأقل لوقف المجاعة أو وقف القصف في ظل الظروف الحالية؟ يعني بالتأكيد لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقوم بإطعام أهالي قطاع غزة بوقف حرب المجاعة. يعني للأسف حتى ما يتم إلقاؤه من الجو من مواد غذائية قسم منها يسقط بلا توجه عام نحو المناطق التي من المفترض أن يسقط بها. سقط العديد من الشهداء جراء التدافع وجراء أيضا قيام قوات الاحتلال باستهداف هذه التجمعات التي كانت تحاول الحصول على ما يسقط من مواد غذائية. إضافة إلى ذلك أن الشاحنات البرية التي تدخل عبر المعابر خاصة من معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم يتم استهداف الناس من قبل الاحتلال الإسرائيلي، كما جرى في دوار الكويتي قبل يومين وحيث ارتقى 14 شهيدا جراء ذلك. فبالتالي المجتمع الدولي يعني بإمكانه البحث عن آليات والضغط على سلطات الاحتلال من أجل تمكين المواطن من الحصول على ما يحتاجه من مواد غذائية في ظل حرب التجويع التي تشنها وتقوم بها سلطات الاحتلال. حتى العشائر التي كانت تساعد المؤسسات الدولية وخاصة الأونروا في تسلم هذه المواد وفي توزيعها على المواطنين تم استهدافها، واليوم تجمع العائلات الغزاوية والعشائر أصدرت بيانا على من خلاله عن وقف نشاطها بسبب استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. فبالتالي المجتمع الدولي يحذر ويطالب، ولكن ماذا بعد؟ يعني ماذا بعد هذا؟ يعني على سبيل المثال لنأخذ مثلا، يعني مسؤولون في الاتحاد الأوروبي قالوا إن على إسرائيل أن تقوم بتأسيس وطن
للفلسطينيين وكأن الفلسطينيين ليسوا بوطنهم، وكأنه يعني هذا الأمر، هل هذا يعني أن الأوروبيين ضاقوا ذرعا بما يمارسه أو يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات؟ أتفق معك، ولكن ماذا بعد؟ يحذرون، يطالبون، ماذا بعد؟ يعني ما هي الخطوة؟ ما هي؟ حتى أن مجلس الأمن طالب، حتى أن محكمة العدل الدولية طالبت إسرائيل بالالتزام بإدخال المساعدات والمواد الغذائية والطبية، لكن كل ذلك يواجه بتعنت إسرائيلي واضح وصريح وواقح. واضح أن إسرائيل تريد استمرار حرب الإبادة وحرب المجاعة في إطار اعتقادها أنه بإمكان هذه الخطوات أن تساهم في إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة إلى إسرائيل. ولكن يعني للأسف كل هذه المطالبات، كل هذه المناشدات حتى اللحظة هي حبر على ورق. طيب ماذا يعني حديث قادة الاحتلال الإسرائيلي عن تشكيل قوة دولية عربية تدخل غزة، يعني مع ذلك يعني ترفض المقاومة الفلسطينية ذلك، ماذا تقصد بهذه القوة؟ يعني لا أعتقد أن هذا الاقتراح بعيدا عن رؤية الإدارة الأمريكية من أجل اليوم التالي لغزة، لإدارة غزة. بنيامين نتنياهو كان منذ أن قرر الحرب البرية وعدوانه على قطاع غزة بثلاثة نقاط: إبادة حماس وعودة الأسرى وأيضا عدم أن يشكل قطاع غزة أي تهديد مستقبلي لدولة الاحتلال. حتى اللحظة لم يحقق أي هدف من أهداف هذه الحرب البربرية التي أعلنها على قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية رفضت، يعني وصفت ذلك بأنه حديث وهم وسراب. هل هذا يعني أن هذه القوة واعتبرتها بمثابة قوة احتلال؟ نعم. أي قوة ستدخل غزة بهذه الطريقة؟ حتى الدول العربية التي أشير إليها، وأعتقد أن بلينكين وزير الخارجية الأمريكية خلال جولات المكوكية في المرحلة الأخيرة بحث ذلك مع دول عربية، ولكن حتى مصر أعلنت رسميا رفضها الأردن. فبالتالي الكل يؤكد على ضرورة عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة وعدم دخول أي قوات وتمكينها. وأعتقد أن هذه الخطوة يعني ربما رأت الإدارة الأمريكية بها خطوة قد تساند تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة التي على رأس ملفاتها إعادة الإعمار. بالمناسبة الحكومة أدت اليمين القانونية قبل قليل أمام الرئيس محمود عباس، فبالتالي هي محاولة إسرائيلية أيضا وموافقة إسرائيلية عليها، لأنها قد تنقذ نتنياهو مما هو متورط به في قطاع غزة من خلال إطالة إن دخلت قوات أجنبية عربية أو دولية إلى قطاع غزة. ذلك سيمهد الطريق لإطالة أمد هذه الحكومة، وكلنا يعرف أنه عندما تنتهي هذه الحرب ستبدأ المساءلة داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، ستعود مواجهة المحاكم. نتنياهو سيواجه محاكم دولته بتهم الفساد. بالمناسبة نتنياهو سيخضع بعد قليل لعملية جراحية، سيغيب بتخدير كامل. فبالتالي هو يعتقد إن تم الموافقة على هذا الاقتراح، علما أنه يرفض أيضا دخول السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة وإدارة القطاع في اليوم التالي للحرب. هذا الاقتراح أعتقد تاريخيا يعني اعتدنا أن تفشل مثل هذه. أستاذ معين نشكرك، شكرا، ونعتذر منك، شكرا جزيلا، ونعتذر منك لضيق الوقت. أستاذ معين شديد عبر الهاتف من طول كرم بالضفة الغربية المحتلة، الصحفي الفلسطيني.